ضيوفنا الأكارم في هذه الندوة التي تحت عنوان طبعا الحركات الحقوقية في موريتانيا بين عدالة القضية وأخلاقيات التناوب. وطبعا منظمة من طرف شبكة صوت المغترب والمركز الأمريكي للسلم وحقوق الإنسان وموريتانيا تريز. وهذه الندوة على شكل محاضرة، طبعا هذه محاضرة في عدة محاور. المحور الأول طبعا المحاضرة سلم عن دور الإعلام في خلق بيئة ملائمة تنمو فيها بقاء الدولة المدنية مع نقيب الصحفيين الأستاذ أحمد سالم والمختار سالم. والمحور الثاني عن القضايا الحقوقية بين عدالة المطلب وإكراهات الخطاب التسويقي وخطورة الاستغلال مع الأستاذ أحمد طالب ومحمد عالم. المحور الثالث سيكون عن البعد التربوي ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأجيال مع الشيخة والمفتشة زينب المتربة فاطمة المتربة. المحور الرابع سيكون مع أهمية حول بعض أهمية الاستقرار في النهوض بالشعوب مع الأستاذ صدفة والأعمر والمحم. هناك أيضا معقبون بالنسبة للمحور الأول المتعلق بالإعلام الأستاذ عبد الله العتيق والمعلمي مدير موقع وكالة دلفين الإخبارية والزميلة فاطمة محمد فالية طبعا إعلامية وناشطة جمعوية. أما المعقبون على المحور الثاني والمتعلق بالقضايا الحقوقية بين عدالة المطلب وإكراهات الخطاب التسويقي وخطورة الاستقلال فسيكون مع عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أستاذ حمدي البابا والناشطة الجمعوية والحقوقية مكفولة من إبراهيم والناشطة الجمعوي سيد محمد ولا مصطفى الرقب الخامس. والمعقبون على المحور الخاص بالبعد التربوي للأجيال الأمينة العامة لجمعية الإرادة أستاذة جميلة من مديدة والمفتش والباحث والأديب أيضا أحمد المقري. وعلى بركة الله نبدأ في معرض يشير إلى أن طبعا هذه الندوة تنقل لكم عبر أثير صوت المغترب وقناة شقيقة الفضائية. إذا المحور الأول طبعا من المحاضرة سيكون عن دور الإعلام في خلق بيئة ملائمة تنمو فيها ثقافة. إذا ما قبل كلمة نقيب الصحفيين كلمة افتتاحية مع منسق تكتل شبكة صوت المغترب وموقع موريتانيا تريز والمركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان أستاذ بابا مقدام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السادة النقباء نقيب المحامين ونقيب الصحفيين السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السادة والسيدات رؤساء المبادرات والجمعيات والمنظمات وقادة الرأي والمجتمع المدني السادة الحضور الكريم يشرفني بداية أن أرحب باسم تكتل شبكة صوت المغترب وموقع موريتانيا 13 والمركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان بكل من دعوناه فاستجاب وحضر أو أبلغناه فأكد انشغاله واعتذر أو قرر الحضور لكنه انشغل فبرر أو هو في طريقه للوصول إلينا لكنه تأخر أو تغيب لأن دعوتنا لم تصل إليه فهو معذور ونحن من قصر لكننا في النهاية نحن بشر. أيها الحضور الكريم إن تكتل شبكة صوت المغترب وموقع موريتانيا 13 والمركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان تكتل إعلامي حقوقي جاء استجابة لمتطلبات واقع عالمي أصبح بفضل التطور التكنولوجي قرية ثم غرفة ثم أخيرا أصبح محمولا في جي فلم يعد مقبولا فيه التفرد ولا الانفراد وهو أيضا استقراء لواقع محلي بحاجة إلى إعادة الثقة من جديد
من خلال نشر مبادئ التسامح وتوفير متطلبات العيش المشترك. وأفضل طريقة لذلك أن يجتمع الإعلام الهادف الموضوعي في الطرح الملتزم بالقضية الجاد في المعالجة المنسجم مع رسالته مع جهة حقوقية تهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي ونشر مبادئ حقوق الإنسان بهدف خلق ظروف ملائمة تتعزز فيها اللحمة المجتمعية وتنمو فيها روح المواطنة وتصان الوحدة الوطنية وتتعمق الألفة بين مختلف الشرائح والمكونات مع الحفاظ على خصوصيتها ومميزاتها. فهذا الوطن جميل بطبيعته، غني بتاريخه المشترك، عزيز بتنوع شعبه. أيها الحضور الكريم، انسجاماً مع مبادئه والتزاماً بخطه الوطني وإيماناً من القائمين عليه الأستاذ السلام والأمين المدير العام لشبكة صوت المغترب رئيس المركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان والأستاذ يحيى المقام مدير موقع موريتانيا 13 والأستاذ الدكتور الشيخ محمد فاضل العبدي واللقوهي رئيس مجلس إدارة صوت المغترب والأستاذ الددة سيدي عبد الله رئيس تحرير موقع المغترب والسادة أعضاء مجلس إدارة صوت المغترب الأستاذ سلكو المخيطير والأستاذ سيدي أحمد والسيدي مولود والأساتذة أعضاء اللجنة الإعلامية للمركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان الأستاذ كباد والعليتم والأستاذ سيدي محمد والذهبي، إضافة إلى الأساتذة الأستاذين النبيلين الوطنيين الأستاذ محمد المحجوب والأستاذ القطب والإسلامي، قرر التكتل مساندة ودعم ومتابعة أي عمل يهدف إلى نشر روح المحبة والتسامح ويدعو إلى الإنصاف والعدل والمساواة. وفي هذا الإطار كانت مساندته لرحلة الأمل لسفير المصارحة والمصالحة الأخ سيدي محمد مولاي الحسن، وهي رحلة قطع خلالها 610 كيلومترات من نواكشوط إلى كيفة لمدة شهر. قد لا نكون الوحيدين الذين ساندوه، لكننا كنا الأقرب. وفي هذا السياق وعلى نفس النهج والتزاماً بقهد قطعناه على أنفسنا أن نبذل كل جهد في سبيل حماية وحدة شعبنا والحفاظ على تنوعه وتماسكه، نقيم اليوم ندوة بعنوان الواقع الحقوقي في موريتانيا بين عدالة القضية وأخلاقيات التناول. واستضفنا لهذه الندوة مجموعة من خيرة أساتذتنا، فلهم كل الشكر والتقدير على تلبية دعوتنا. أيها الحضور الكريم، إن اختيارنا لقاعة المتحف الوطني ليس صدفة، فخلال متابعتنا ومساندتنا لرحلة مصالحة الأمل، رحلة الأخ سيدي محمد والمولاي الحسن شعر خلالها أننا الأقرب، فأهداني شخصياً نعله، أهداني تاريخاً، ولأن كتابة التاريخ لا تقع حين وقوعه، أردنا أن تكون تلك اللحظات، أن تحتفظ بتلك اللحظات الذاكرة وأكبر ذاكرة، ويتفق الجميع على أنها لا تنسى، هي المتحف الوطني. فأردنا أن نهديها إلى المتحف الوطني. ولأن كتابة التاريخ لم تحن بعد، أنوه أنني وإن كنت في الواجهة، لكن الذين رضوا أن يبقوا خلف الكواليس هم من صنعوا تلك اللحظة التي كنت فيها أقرب إلى أخي وقدوتي سيدي محمد مولاي الحسن، وهم بالخصوص شبكة صوت المغترب، المركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان، موريتانيا 13، وعلى الأخص الأستاذ محمد المحجوب
والأستاذ سدكو الخطير والأستاذ سلامة الأمين والأستاذ يحيى المقام. وحتى لا أطيل عليكم كثيرا، هي كلمة ارتجالية طبعا، حتى لا أطيل عليكم كثيرا، أتمنى لكم أرحب الذين وصلون، وحتى لا أطيل عليكم كثيرا أرحب بالحضور من كان حاضرا ومن حضر ومن سيحضر، ولنبدأ على بركة الله ولتسامحنا. شكرا جزيلا لمصر، بعد وحدتنا قوتنا مفروضة، وحدتنا مختلفة لسنتنا ديانتنا وحدة، شعب أصيل وفتنا عدنا ما يرد بالوحدة، معروفين نحن والمودة والتكافل والدين ولا مدة وحدة. إذا الكلمة الثانية ستكون مع الأستاذ محمد والمحجوب وأيضا بداية كلمة مرتجلة بها اللي من حد من الناس اللي سمعنا نداء الأخ سفير المصارحة، سمعناه وسط ضجيج تعيش في موريتان، من عندنا خايفين على موريتان، ذم ضجيج كبير من الفتنة وانشخاص على موريتان، سمعنا هذا الأمل أن ذا الشاب اللي ترجم هذا شعر عمل وقام ماشي مقوطع على كرعيه، إياك حافظ على وحدة موريتان، ويا حافظ على وحدة الوطنية. وموريتان لا عبارة عن العين، فيها بياض وفيها سواد، نظرة كان العين قد تبصر دون بياضها ولا سواد. فمشي من عمل قام هو به، وإن شاء الله يحقق لنا الأمل اللي نسعى له كاملين. وإحنا لا كنا ملبي ذا النداء اللي سائل من عند مولانا، مولانا يحفظ موريتان له الموريتان. السلام عليكم ورحمة الله. إذا وعليكم السلام. سيد الله عليه الندوة، والمشروع الأول طبعا متعلق بالإعلام على قيمة الصعوبين الموريتانيين. أستاذ حسام المختار سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. أولا أود أن أشكر زملائي خصوصا صديقي الشيخ عبد الرحمن لاستدعائي لهذه الندوة، وأشكر جميع الحضور أنهم تجشموا عناء الحضور للاستماع إلى هذه المحاور. في البداية ليست الموضوع يستحق بحثا أكاديميا موسعا، وما قمت به لا يرقى إلى هذا المستوى، لذلك هو جملة من الملاحظات والتساؤلات والانشغالات التي أردت أن أثيرها أمامكم، علها تحظى بنقاش من طرفكم، ونقاشكم هو الذي سيثريها وسيكملها بحول الله. بداية أقول أن الموضوع الذي أهدى إلي به هو يعتمد أساساً على دور الإعلام في ترسيخ ثقافة الديمقراطية، ثقافة المواطنة. الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من الطرح، لكني أنا أردت أن أنطلق فيه من جملة تساؤلات عساها تكون المحددات الأولى أو المحددات العامة التي سيدور حولها تستدور حولها هذه الورقة. أولاً، أقول هنا ما الذي نعنيه بالمواطنة بداياً، وهل المواطنة تدخل في إطار الضرورات الأساسية التي لا يمكن بناء مجتمع منسجم منتج دون تحقيقها على الوجه الأكمل، وما هو الدور الذي نتوخاه من الإعلام أن يلعبه لتكريس هذه الثقافة وتوطيدها ونشرها بين أفراد المجتمع؟ والسؤال الأهم الذي يخترق كل هذه الأسئلة هو ما هو السبيل الذي سيمكننا من تحقيق هذا المطلب الأساسي والمهم والجوهري والذي يفرض نفسه دائماً، لكن في هذه الظروف بشكل خاص. إذن تعتمد البحوث التقليدية في هذا المنحى على محاولة إيجاد تعريف للمحاور الأساسية التي تنطلق منها الورقة،
وأنا لا أعتمد هذا النمط التقليدي الذي يحتم محاولة إيجاد ذلك التعريف الجامع المانع، وإنما سأحاول أن أختزل، أن أنتهج نهج التبسيط والاختزال لأعرف المواطنة على سبيل المثال بأنها ذلك النسق المتكامل الذي يتضمن الوعي بالحقوق والواجبات ويضم مجموعة القيم والسلوك التي تعكس على نحو منضبط الشعور بالانتماء الحقيقي للوطن. بالطبع هذا التعريف حاولت أن يكون مجرد محددات عامة، لأننا لو خضنا في تعريف المواطنة لا أوجدنا في هذا السياق ولا طرحنا في هذا السياق كثيرا من التعاريف، لأن الدارسين والمهتمين بهذا الشأن يختلفون كثيرا ويعطون تعاريف كثيرة، لكن أردت أن يكون هذا التعريف القريب من الموضوع الذي نتناوله والذي يبسطه لنا. وبالطبع فإن المواطنة تعتمد على مرتكزات أساسية، لأن هذه المواطنة لها مرتكزات أساسية لا بد من أن توجد فيها. هذه المرتكزات الأساسية هي التي سنحاول شرحها والاعتماد عليها. فأولها هي المساواة والعدالة والحرية، وهذه الدائرة هي التي تعتمد عليها ثقافة المواطنة، وسنتناولها نقطة نقطة. أولاً العدالة، ما الذي نعنيه بالعدالة؟ العدالة هنا عندما نتطرق إليها نعني تكافؤ الفرص أمام مختلف أبناء المجتمع من دون النظر إلى انتماءاتهم أو ألوانهم أو فئاتهم الاجتماعية. وبالتالي حينما يتوفر هذا القدر من العدالة فإننا سنكون أمام ركن أساسي من أركان المواطنة الذي تعتمد عليه، والذي بدونه لا يمكن أن تقام ولا يمكن أن تؤسس ولا يمكن للمجتمع أن ينسجم فيما بينهم. الركن الثاني وهو المساواة، والمساواة هنا تعني سيادة القانون بحيث يشعر الجميع بأنه يتمتع بجميع حقوق في التعليم والعمل على أساس يقصي التفاضل، وإنما يعتمد على المساواة دون تفاضل. والحرية هي التي تستدعي ضمان التعبير والانتماء، وبالتالي بدون توفير جو من الحرية لا يمكن لهذه المحددات الأساسية أن تنمو وأن تتعزز، لأن هذا التعبير هذا الشعور بالحرية هو الذي يعطينا جميعا فرصة الإدلاء بالرأي، فرصة المشاركة، فرصة التعبير عن آرائنا دون كبت ودون تمييز. كيف يتحقق هذا؟ هذه الأركان الثلاثة كيف تتحقق؟ طبعا لا يمكن أن تتحقق في فراغ، لذلك لا بد من إيجاد إطار عام ناظم، وهذا الإطار العام هو الذي نسميه بالدولة الحديثة، والذي نسميه اليوم بالدولة الحديثة، ويكون فيها المواطن مسكونا بالولاء والانتماء للوطن والتمسك بالهوية الوطنية. وبالطبع لا بد أن يحكم هذا الإطار الناظم نظام قانوني كما قلنا يكسل سيادة القانون ومنظومة الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحقوق الاقتصادية الاجتماعية التي يتمتع بها المواطنون على قدم المساواة. وفي إطار طبعاً من المسؤولية وقبول الآخر والتعايش في إطار الوحدة الوطنية، لأن لا بد من أن نعترف بالآخر وأن نعترف بالاختلاف، وأن يكون هذا الاختلاف وهذا التميز وهذا التعدد مصدر ثراء بالنسبة لنا، لا أن يكون مصدر شقاء، ونستعيذ بالله من أن يكون كذلك. إذن المواطنة الحقيقية هي التي لها تجليات، وهذه التجليات هي التي جمعت في محددات ثلاثة، وهي أولاً المشاركة الطوعية في الشأن العام وفي الأنشطة التوعية. المسألة الثانية هي التسامح وقبول الآخر وتوطيد التآخي والتآزر بين أفراد المجتمع. والمظهر الثالث
من تجليات المواطنة الحقيقية هو أن يكون المواطن مستعداً ومندفعاً لتأدية واجبات العامة والتي تقتضي طبعاً دفع الضرائب، الدفاع عن الحوزة الترابية إذا ما تطلب الأمر ذلك، والمحافظة على الأملاك العامة والأملاك الخاصة. وبالتالي هذه هي التي المحددات الأساسية التي على أساسها يمكننا أن نقيس بأن هنالك مواطنة حقيقية قادرة على تحقيق الانسجام، قادرة على تحقيق التآلف وتؤدي دورها كاملا. إذن كلما توافرت هذه التجليات وأصبحت أكثر رسوخا وحضورا في حياتنا، كلما نمت وتوطدت وتطورت ثقافة المواطنة التي هي في نهاية المطاف الحياة بأبعادها ورموزها ومعانيها المتنوعة، وهي ثقافة البناء والتعمير، ثقافة الوحدة والتعاون والتضافر والتآزر والاندماج في حركة حياة موحدة. باختصار هي ما يمكن أن نسميه أو نلخصه في ثقافة الاستقرار وثقافة السلام. وهذا هو المطلب الأساسي من أجل ترسيخ المواطنة، هو أن يسود هذا الجو الذي أجملناه في ثقافة الاستقرار وثقافة التعايش السلمي والسلام. إذن أعتقد أنني هنا لخصت محددات عامة فيما يتعلق بالمحور الثاني لأخلص إلى المحور الثاني وهو دور الإعلام في ترسيخ هذه القيم التي تحدثت عنها سلفا ونشرها داخل المجتمع. أقول بدءا وتأسيسا إن الإعلام هو نقل كم من المعلومات بوسيلة اتصال معينة إلى متلق مستهدف، وتوظيف هذه المعلومات لإحداث مفعول معين لدى هذا المتلقي وفقاً لغاية حددها الباث الذي هو العنصر الأول في الرسالة الإعلامية. وبالتالي فإن الإعلام يعد من أهم العوامل الأساسية المؤثرة في حياة المجتمعات والأمم وتكوين ذكرها والتأثير في قيمها وسلوكها وتوجيهها نحو ما يتم رسمه أولاً، ما يتم رسمه من أهداف في السياسات المعتمدة من طرف الدول ومن طرف المجتمعات. إذن من زاوية أخرى أقول إن الإعلام هو وسيلة لتداول وجهات النظر المتعددة وإسماع الأصوات المختلفة، الأمر الذي يتيح الممارسة الفعلية للمواطنة. وبالتالي المواطنة لا يمكن أن تمارس إلا إذا وجدنا هذه الوسائل التي تسهل على المواطن أو على المتلقي أن يجد آراء ومعلومات متعددة، وأن يكون هو حراً في استقبال هذه المعلومات والمشاركة فيها والتأثر بها عن طريق علاقة التأثير والتأثر في الحركة المعروفة، الحركة التفاعلية المعروفة. وهذا هو الذي يتيح الممارسة الحقيقية للمواطنة. وطبعاً فإن وسائل الإعلام تتيح إمكانية أساسية في حياتنا تمكن من أن تعزز قدرات المواطنين باستمرار من خلال تزويدهم بهذه المعلومات، لأنه لا بد من الاستمرار في عملية التزويد بالمعلومات حتى نكون قادرين على مواكبة الأحداث، حتى نكون قادرين على المشاركة الفعلية والنشيطة والمستمرة في هذه الأحداث التي تعنينا جميعاً والتي ننتظم داخل المجتمع من أجل أدائها أو من أجل تقاسمها أو من أجل العيش تحت كنفها بشكل ليس فيه غبن ولا تغييب وبشكل عادل. إذن وبالتأكيد فإن أثبتت التجربة والدراسات التي قيم بها على مر العصور والمهتمون بهذا الجانب أعمالهم الدراسية التي قاموا بها أكدت أن قوة ونجاعة الإعلام في تحقيق التأثير المطلوب، وبالتالي فإنه يعتبر وسيلة هامة وقوية في إحداث أي تأثير نريده. وبالنظر إلى ذلك فإنه يمكن
أن نستخدم هذه الوسيلة الفعالة جدا بصورة إيجابية في تعزيز قيم المواطنة داخل أفراد المجتمع. بالطبع يقولون إن الإعلام هو سكين ذو حدين أو سلاح ذو حدين، وبالتالي له جانب إيجابي وله جانب عكسي، وهذا يقتصر أو يتوقف على مدى استخدامنا لهذا الجانب. بالتأكيد فإنه إذا ما استخدمناه استخداما جيدا فإنه يمكن أن يلعب الدور الذي نرجوه منه في ترسيخ هذه القيم الثقافية، ولا قدر الله إذا ما استخدمناه استخداما سيئا فإنه يمكن أن يحدث تأثيرا مناقضا في نسف هذه القيم، في تفكيك هذه اللحمة، في تشتيت الفئات الاجتماعية، وبالتالي هو خطير، سلاح خطير يجب أن ننتبه إليه لكي نحسن استخدامه فيما ينفعنا ويعزز من تماسكنا ويعزز من وحدتنا. إذن وفي هذا الإطار لا مناص من أن تحمل الرسالة الإعلامية الساعية إلى تعزيز قيم المواطنة لدى شرائح المجتمع كافة معاني إنسانية عامة ومفاهيم أخلاقية حضارية وتوجهات وطنية مجتمعية نبيلة تتجاوز مجرد زيادة الوعي العام حول مسألة المواطنة إلى إحداث التغيير وخلق الوعي الراسخ بالقضية. إذن بالطبع فإنه من نافلة القول أن هذا المسعى يتطلب إعداد خطة إعلامية واضحة الأهداف مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الرسالة الإعلامية وضوابطها المهنية والأخلاقية بعيداً عن الارتجال وبعيداً عن العفوية، وكل عمل لا يتم التخطيط له على أساس معقلاً وعلى أساس واقعي ومنطقي يحترم هذه المقومات التي سردتها سلفاً فإن مآله إلى الفشل. لذلك لا بد لكي يعطي الإعلام دوره الفاعل والمنشود من أن نبنيه على هذه الأسس وعلى هذه المقومات. إذن الذين أشرفوا على الندوة حددوا البحوث ب 15 دقيقة، أعتقد أنني تجاوزت فيها الوقت، وعساي أن أكون قد وفقت في إثارة بعض الملاحظات البسيطة للنقاش ولإذرائها من طرفكم بالطبع، وأشكركم جزيلا على حسن الاستماع ووفقنا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المبعوث رحمة للعالمين ووقاء لهم ووجاء من حيث بعضهم على بعض ومن الغبن ومن التهميش. صوت المغترب الذي لا نريد له أن يصدر صدى منفوحا ولا أن يصادر بتة بوأد قبل ولادته أو رجعه أو صدام، ها نحن اليوم نعيش تجربة مثالية لتجاربه التي عودنا عليها هذه الحمد لله المرة الثانية التي يقف فيها على منبر صوتي المغترب ليعبر فيه عن ما يجيش أو يجول من خواطر في كل مواطن يهتم بما يدور من حوله ويهتم بالوطن والمواطنة والوطنية. كي لا أبدل عليكم بالنظر ملحمة الوحدة الوطنية، عظمت لله بالملكوت بسمولي الضيف منين يذكر، وتعودت به من ظلموت تفراق الأخوت وبليس الأعراب، سم التفراق قنبول وقوت لولا أن الحكمة يتفجع كلنا قلبه بالإمام مزبوط من دين إسلام بلان وكوار ومكة موسى في الهول قنوت وباب الوحدة مكر ينكر وحدنا كل شيء حتى القوت وتال والتدنيت والصدع عايشين باللبن واللحم والحوت والزرع والقمح والشعير والتمر
سامكين الكون على قرون بهموت علوم واخلاق وشعب وصبع وشعب محدود تاريخ ولود في الدين واخلاق ما تقد تنظر ما يقد يقبل الاخوت الفتوت ولا يقدر حد منهم ينتكر والله يهم شكل مكبوت بدوره يا الله يحفظ الشام ويبان حقه المصمت بكمال اللي مر فيه ما مر الشعب لا توحد منعوت يعود نعتوت تمشاد الكبار خاوه مات وفار واللوت وخاوه جاجام عقيل وعمر شفت الشعب خليه يفوت بليس سبته فالله اكبر خليه يموت ما تلم كوت اما يشيل يموت ينطبر وتوحد تعيش وتضرب تموت والخير بالخير والشر بالشر عود واحد يبدي يكسر مقفوت وحزمة عودان ما تقد تنكسر وكحال العين بيار وخوت ما تشاهد ونخر. شكرا لكم. شكرا جزيلا عميد لدى الشعب الحديث الأستاذ عدو والبنجو. إذا المحور الثاني وما يطرح من المحاضرة يتعلق بالقضايا الحقوقية بين عدالة المظلم وإكراهات الخطاب التسويقي وخطورة الاستغلال مع الأستاذ طالب ومحمد علي مطالب لجنة العمل لجنة العمل سلام الأسنى وتحية الأسنى على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين أشكر جزيل الشكر من عمل على تنظيم هذه الندوة كما وأشكر الحضور إذا المداخلة الآن ستكون تحت عنوان القضايا الحقوقية بين عدالة المطلب وإكراهات الخطاب التسويقي وخطورة الاستغلال وإذا كان الأمر كذلك ونحن نتحدث عن قضية حقوق الإنسان وهي بالطبع إشكالية خاصة إذا ما كان الأمر يرتبط بحقوق الإنسان والدولة الوطنية وبالتالي فقد اعتمدت للحديث عن هذا الموضوع أن قسمت الموضوع إلى محورين بمعنى حاولت أن أصل الموضوع انطلاقا من منظور إسلامي صرف ثم بعد ذلك أنتقل إلى حقوق الإنسان والدولة الوطنية الحق أمة يعني ما ثبت ووجب يقال حقا على المرء أن يفعل كذا بمعنى وجب عليه أن يفعل كذا وبالتالي يعني ما يسمح به ويتحدث وفق معنيين بمعنى الحق الطبيعي والحق الوضعي فالحق الطبيعي يتأسس على مجموع الاستعدادات الفطرية التي تولد معنا كحق الحياة والحرية والملكية أما المعنى الثاني فهو مجموع الحقوق التي يتميز بها الفرد من خلال انتمائه إلى الدولة التي ينخرط داخلها وتستند الحقوق على قاعدة قانونية تحدد له حقوقا وواجبات ولذلك لأن الحقوق أو الحق هو ما يجب أن يكون توافقا مع قيم الحرية والعدالة والمساواة لكن قلت كما ذكرت آنفا ما دمت أتحدث عن موضوع مرتبط بحقوق الإنسان والدولة الوطنية لا بد وأن أعرج على حقوق الإنسان أو مكانة الإنسان في الحضارة الإسلامية حيث أننا عندما ننظر إلى الإسلام إلى القرآن خصيصا والفكر الإسلامي خصوصا عموما عفوا سنجد أن الإنسان نال أهمية مركزية في القرآن الكريم حيث أننا نجد أن الله أمر ملائكته بالسجود له وجعله خليفة له في الأرض لعمارتها واستغلالها وأمده بكل الملكات الجسمية والعقلية لتمكنه من تحقيق ذلك الهدف وجعل صفوة خلقه من الجنس البشري إلى الجنس البشري وجعله الكائن الوحيد الذي يوجه إليه خطابه لأنه المؤهل لذلك عندما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لذلك عندما ننظر إلى الدولة الإسلامية أو الإسلام أنه لما جاء وكانت دولة بدأ بخطوة أساسية وجوهرية ليقتضيها كل تعايش جمعوي حيث بدأ مباشرة بسن شرائع المساواة إدراكا من أن الطبقية الاجتماعية التي كان يتأسس عليها المجتمع الجاهلي تشكل عائقا جوهريا
أمام ذلك، حيث قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. لذلك أدرك الإسلام أن المساواة شرط أساسي. لماذا؟ لأنها هي القاعدة التي يرتكز عليها المبدأ الأساسي الذي يقتضيه أو يقتضي أو يمكن أو المبدأ الذي يمكن أن يمكن أو يضمن لكل أي نظام مهما كان الاستمرارية، وهو العدالة. لذلك قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ويقول الإمام الغزالي: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ثم نلاحظ الآن أن أكبر إشكالية تعالجها الدولة المعاصرة هي إشكالية الفصل بين السلطات. وعندما ننظر إلى الفكر الإسلامي سنجد أن المفكرون الإسلاميون أدركوا مباشرة أن وظيفة الخليفة يجب أن تكون وظيفة تنفيذية صرفة، سواء عندما نعود إلى كتابات الماوردي أو الغزالي أو ابن تيمية أو ابن القيم الجوزي، حيث يقول ابن القيم الجوزي في ضرورة الاعتماد الشبابية في اختيار مساعد الحاكم، يقول: فليس له أن اختار إلا الأصلح، فإن عدل على ذلك عن ذلك عفوا لجهة أو لقرابة أو لرشوة، فإن عدل فليس له أن يختار إلا الأصلح، فإن عدل عنه لجهة أو لقرابة أو لرشوة يقولها منه فقد خان الأمانة، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لذلك الإسلام كان دين حقوق الإنسان بالمطلق، حيث أننا نجد أنه رعى حق الطفل حتى وهو في لحظة العدم، عندما قصر الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قلنا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبة السوء. وعطى الطفل حقه في التربية عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجلسان. ويقول الإمام الغزالي: قلب الصبي جوهرة نقية بريئة، وهو قادر إلى أن يمال به إلى كل ما يمال به إليه. كما أعطى الإنسان حقه في الحياة بالمطلق، وخص المرأة بذلك عندما قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأعطاها حقها في الميراث عندما قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وحقه النبي المهور عندما قال: لو أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم حقوق الأقليات وحق الإنسان بالمطلق عندما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. كلمات ثلاث اجتمعت الإنسانية بعد 1400 سنة بعد ذلك محاولة الوقوف على أبعادها ودلالتها، فساقت مقدمة وثلاثون مادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن لها أن تصل إلى أبعاد ودلالات هذه الكلمات، وهي التي جاءت من قال الله عنه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأوتي جوامع الكلم. لذلك كان الإسلام فريداً في بناء دولته، مستهدفاً استعادة إنسانية ضائعة غير مكترث، لا بحدود اللون أو العرق أو الجنس ولا غروة. فهو دين الأمة التي قال الله عنها: وكذلك جعلناه الأمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الأخير والأفضل والعدل. وإذا كانت تلك هي مكانة حقوق الإنسان في الإسلام، فماذا عن حقوق الإنسان والدولة الوطنية؟ كلما تم التدخل في الدولة الوطنية وعلاقتها بالمنتمين إليها إلا وتسللت معضلة تتفجر تناقضا، ففي الوقت الذي لا تكاد تغادر فيه القوة أي نظام سياسي، يشترك الفرد وضعية خاصة داخل الدولة تضمن له كامل حقوقه. ما حتم التفكير في نوعية من الأنظمة لا تحافظ على أن تضمن هذه الحقوق فقط، وإنما تشترطها وتحققها. ذلك أن الدولة نظام سياسي إداري قانوني أنشئ من لدن جماعة من الناس بموجب عقد مشترك للمحافظة على حياتهم وحقوقهم. فهل نجحت الدولة في تأدية المهام الموكلة إليها؟
هذا سؤال بالطبع مباشرة ينقلنا إلى المسكوت عنه، وهو محاولة الوقوف على المفارقات الصارخة في واقع الدولة والمتمثلة في تفاوت ما بين المستويين النظري والعملي، أي وجود القوانين مع غياب تطبيقها. ثم أن الحديث عن الدولة حديث عن فاعلين يطلق عليهم في أدبيات الفكر السياسي اسم مواطنون، ذلك أن المواطنة من جهة تشير إلى العلاقة القانونية التي تربط المواطنة بالدولة، ومن جهة تشير إلى العلاقة، فإن المواطنة تطلق على الفرد من حيث انتمائه إلى مجتمع منظم تحكمه قوانين، أي إلى دولة يتمتع بها بكامل الحقوق، إذ قد يتفاوت الأفراد من حيث قدراتهم المادية والنفسية لكنهم يتساوون أمام القانون، ذلك أن المواطنة شروطها التي تستدعيها من حيث هي طلب المماثلة والمشابهة الكفيل بتحقيق الانسجام بين الأفراد المنتمين إلى نفس الهوية الوطنية، وهو ما يحول المواطنة ليس إلى مجرد نقطة انتماء فحسب، وإنما إلى رؤية ذاتية يدين الفرد بمبادئها ويعمل على المحافظة عليها والدفاع عنها والتضحية من أجلها، لأنها تمثل الثابت الذي يوجبه وعد سلوكه ويضبط ممارساته. ذلك أن مفهوم الدولة غير مفهوم الوطن، فمفهوم الوطن يتعلق بالمولد فقط، أما مفهوم الدولة فيعني الجهاز التنظيمي للحياة البشرية، ما جعل الولاء للوطن يتأسس على العاطفة، بينما الولاء للدولة يتأسس على قواعد عقلانية مجردة، لأنها هي التي تتأسس عليها القوانين. فهل نجحت الدولة بأن ترسخ في وعي المواطن قيم المواطنة الحقة التي تحدد له حقوقاً وواجباتاً إلى حد استعداده للخضوع للقانون دون أن يطلب منه ذلك؟ الواقع أننا عندما نتتبع مسار تاريخ الدولة الموريتانية سننتبه مباشرة أو نقف على حقيقة مفادها أن إشكالية حقوق الإنسان عمرها عمر الدولة نفسها، ذلك أن الدولة عندما ننظر إلى لحظة تشكيلها سنكتشف أنها ولدت وهي تفتقد لأهم عنصر ملازم لنشأة أي نظام سياسي ألا وهو عنصر القوة، وبالتالي فإننا نلاحظها هنا أن القوة الوحيدة التي كانت موجودة آنذاك هي القوة القبلية، ما حتم على النظام أن يتعامل معها كأمر واقع لا يمكن الفكاك منه، وبالتالي عمد النظام على نقل البنية التقليدية للمجتمع كما هي داخل الإطار التنظيمي للدولة، حيث كان لذلك انعكاسات جوهرية على جميع مناحي الحياة وخاصة على حقوق الطبقات المسلوقة الأخرى، زيد على ذلك وجود طبقة سياسية مثقفة متشبعة بالثقافة الغربية التي تنشد حقوق الإنسان، وغياب دستور يضمن التعددية الحزبية ويحافظ على الحقوق العامة والفردية والجماعية، إضافة إلى ثبات الحدود الجيوسياسية للقارة الأوروبية وميلاد الأمم المتحدة التي أعلنت في 10 ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أصبح وثيقة تسترشد بها كل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والذي يرتكز على مرتكزات أساسية هي الحرية وعدم التمييز والحرية الجماعية والمدنية والسياسية، كل ذلك كان له تأثير مباشر على النخبة السياسية الاجتماعية والتي عملت مبكراً على تشكيل الحركات السرية المدافعة عن حقوق الإنسان، حيث تشكلت الجماعات الناصرية والبعثية واليسارية والحركة الحر التي أدركت مبكراً أن الدولة يستحيل أن تتأسس بمفهومين بالمواطنة، أي مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية، ذلك أن أجهزة الدولة عموماً يجب أن تعمل لهدف واحد وهو المحافظة على حقوق وحياة جميع المواطنين دون استثناء، ما يعني ضرورة أن تحيد كل مظاهر التسيير التي تضع الاعتبار للأفراد استحضاراً لأصولهم الدينية أو العرقية أو اللغوية، فالقوانين المنظمة لها لا تعترف بذلك ما دام الأساس الذي تبنى عليه يخضع للموضوعية والتجرد. وكان من نتائج هذه الحركات أن أصدرت الدولة في 81 أول قانون يلقي الرقة في موريتانيا، لكن ذلك القانون ولد ميتاً لأنه كان يفتقد الإرادة التي تمكنه من ذلك، بل لم يكن إلا مجرد ورقة للتسويق السياسي في المحافل الدولية من طرف النظام.
وقد بلغت الدولة الموريتانية قمة انتهاك حقوق الإنسان في 1989، حيث تشكلت حركة فلان سرية، ثم اتخذت من المهجر موقفاً أو مكاناً، ثم وقامت بتدوير عملية الإرث الإنساني. ويمكن اعتبار هذه مع التحولات عموماً سبباً في قبول النظام بأول دستور يجيز التعددية الحزبية 91، ويضمن الحريات الفردية والجماعية. ويمكن تقسيم أما المطالب الحقوقية في موريتانيا إلى مستويات ثلاث: حقوق سياسية، وحقوق اجتماعية، وإرث إنساني. لكن المفارقة هو أن النظام 91 بدل أن يعمد على تجذير مفاهيم أو نقل مفاهيم الديمقراطية من مفاهيم مجردة إلى مفاهيم على أرض الواقع، أي الحرية والمساواة وسيادة الشعب والقانون والفصل بين السلطات، عمد على تدمير هذه المفاهيم، إذ عمد على المستوى السياسي بتدمير المناخ السياسي بخلق أحزاب سورية موازية للأحزاب السياسية الجادة، مع التنكيل بكل الطبقات السياسية إلى حد يمكن معه أنه كان ظالماً في كل شيء إلا في توزيع الظلم بين النخبة السياسية، إضافة إلى تدمير المنظومة التربوية موازاة مع إحياء دور الزعامات التقليدية. فغابت المساءلة القانونية داخل الدولة، ما أنتج طبقة اجتماعية فاحشة الثراء، وكان بذلك انعكاس هائل على تجلي أو حياة جميع الطبقات الاجتماعية الأخرى. ولم تسلم المنظمات الحقوقية من بطش نظام، حيث عمدت على التنكيل بالحقوق أحيانا والعمل على تدمير المنظمات الحقوقية وتفكيكها من الداخل عن طريق استغلال بعض الأشخاص للعمل ضد قضيتهم مقابل وظيفة أو مال، إضافة إلى تسويق كل القضايا الإنسانية دوليا للحصول على قروض أو تبرعات، والتي تذهب إلى جيوب خاصة للقضايا الإنسانية ذاتها. ولا يتوقف الأمر هنا على السلطات السياسية وحدها، بل تعمل بعض المنظمات الحقوقية على ذلك. ويمكن على ذلك، وما التدخل الذي نلاحظه من طرف بعض السفراء الدول الأجنبية إلا دليلا على ذلك. وإذا كان واقع الدولة الحالية يحيل إلى إمكانية تجاوز مطلب الحقوق السياسية بسبب مناخ الحريات السياسية وحرية التعبير، إلا أن فشل الأنظمة السابقة وكذا النظام الحالي في تجسيد مفهومي الحرية والمساواة على أرض الواقع أفقد الدولة عنصراً أساسياً من عناصر دولة القانون، ألا وهو العدالة، والتي تتأسس على قاعدة المساواة، ما انعكس سلباً على مناخ حقوق الإنسان في الدولة الموريتانية، إذ يعتبر مطلب العدالة الهدف المشترك بين كل المنظمات الحقوقية. ذلك أن الفكر السياسي يعتبر أن أي نظام فشل بالقوة على ما بين مبدأي الحرية والمساواة لا يمكن أن يطلق عليه، لا يستحق أن يطلق عليه مصطلح نظام ديمقراطي. ومثلا ارتفاع المطلبيات التي نشاهد الآن إلا دليلا على قوة الضغط التي تعاني منه المجتمعات أو الطبقات المسحوقة، حيث وصلت إلى نتيجة مبادها أن الدولة فشلت في أن تعطيهم حقوقهم. وليس الأمر مرده بالطبع أن فائض الحريات كما يذكر البعض، خاصة وأن الفكر السياسي يعتبر أن حرية بدون مساواة كما قال أحد المفكرين رنينها عذب وثمارها قذرة، وثمار لا مساواة كما نراها في موريتانيا بينة جدا، قلة فقيرة وقلة غنية وأكثرية فقيرة. ثم إننا يمكن أن نقول بأن إشكالية المطالب السياسية كما ذكرت يمكن أن نتجاوزها أو تتجاوزها الدولة، لكن الآن أكبر معضلة يعانيها الدولة الآن هي مشكلة بمعنى إشكالية الإرث الإنساني والعبودية، واللتان من وجهة نظري تعتبران من أخطر المشاكل التي تهدد كيان الدولة حاليا. وإذا ما كان قد صدرت قوانين مجرمة للعبودية كقانون 2007 و 2011، إلا أن ذلك لا ينفي وجود مثلا العبودية، رغم أن النظام ينطلق من رفض أن العبودية التسليم بأنها ليست موجودة، علما أن العبودية اتخذت تجليات جديدة خطيرة جدا، حيث أنها إذا كانت في صورتها القديمة كانت بمعنى تتموقع في بيئة معينة، الآن جميع طبقات المجتمع الموريتاني يعيشون عبودية معاصرة في عالم المقاولات وفي البنوك، عالم البنوك والمقاولات والصيد التقليدي والصيد المعاصري، وهذا بالطبع تدخل في كل الشرائح وليس شريحة الحراطين فقط. هنا تكمن خطورة الوجه بمعنى المعاصر العودية. ثم بالطبع توجد في صورتها القديمة
في الأحياء الشعبية والقرى وأدوابه، إذ أن تاريخ هؤلاء يشهد بذلك، وعالمهم الذي بالطبع يسكنوه أيضا يشهد بذلك، ووعيهم أيضا يشهد بوجود العبودية. لكن لذلك وبالتالي يمكن أن نقول بأن واقع الدولة الآن أوصل المواطن بأن بالطبع هذا الواقع قلب المعيار القيمي في الدولة الموريتانية، بحيث أن أصبح بالطبع الوطنية أو العدالة ظلم وظلم عدالة، وبالتالي المواطن الآن يمكن أن أقول بأنه يعيش عدمية مطلقة، هو فقد مثله الأعلى، هل هو الأستاذ أو الطبيب أم الوزير أم المدير، أم بمعنى هو يحاول أن يبحث عن إجابة لسؤال كهذا. إضافة إلى أن والسبب في ذلك هو أن الذي يتحكم في تسيير نحن بمعنى المنطق الذي نسير به المؤسسات الدولتي هو أننا نحكم الأنانية والعاطفة بدل أن يتحكم العقل، لأنه قلت هو القاعدة الأساسية التي تتأسس عليها نصوص القانون، وبالتالي نحن مطالبون حسب وجهة نظري بالإجابة على سؤالين جوهريين: ما هي هوية الدولة التي نريد؟ إذا كان المغرب مثلاً يروج للثقافة الحسانية كأنها ملك له، والسنغال اللغة ثقافة الإسلامية، ودولة إفريقية مثلاً تعلن اللغة العربية لغة رسمية لها، فماذا تبقى لموريتانيا؟ ثم ما هي طبيعة النظام الذي نريد أن يحكم هذه الدولة؟ هذا أيضاً سؤال يحتاج إلى إجابة، هل هو نظام قبلي أم جهوي أم عسكري أم نظام رجال الأعمال أم نظام الدولة الوطنية التي تتأسس على قيم إنسانية مشتركة تحترم إنسانية الإنسان؟ وبالتالي أقترح جملة من النقاط لتجاوز هذا الواقع. أولاً، أن تدرك كل المنظمات الحقوقية وكذا السلطات أن القضايا الحقوقية بالطبع قضايا فوق كل الاعتبار، بمعنى هي لا يجب أن توضع في إطارها، بمعنى يتم تسييسها أو تدويرها، وإنما إطارها ومكانها السليم هو المكان المجال الوطني. زيد على ذلك النقطة الثانية هو إصلاح المنظومة التربوية، لأنها هي التي يمكن أن تخلق مواطناً صالحاً. زد على ذلك كتابة هذه المرحلة التاريخية، لا لشيء إلا أن التاريخ هو الوعاء الذي يتشكل فيه وعي الإنسان. إضافة إلى نقطة أخيرة، وهي ضرورة أن نخوض مغامرة الاعتراف ضد أنانيتنا يضحي فيها ذوي الامتيازات بامتيازاتهم وأصحاب الحقوق بلمس جراحهم وهم يبتسمون من أجل معركة وطنية، وكأن جوهر الحياة لا أن أقتلك بحثاً عن اعتراف بي قد لا يصنعه موتك، وإنما أن أجعلك تستسلم بتفضيل الاعتراف على الموت لتكون الحياة بطاقة اعتراف بالآخر، وحينها تنشأ العلاقة الإنسانية الأولى نحو إقرار مواطنة حقيقية تتوسط لعبة الحياة ويتستعيد الإنسان فينا وقد انساب وطنياً. وفي إطار جمعوي يمكن للجميع بلوغ أعلى المراتب والحصول على حقوقهم لا بالامتثال للقوانين فقط، وإنما باحترام إنسانية الإنسان وصيانة حقوقه. ولكم جزيل الشكر والامتنان. شكرا جزيلا. صوت المغترب، مركز الأمريكي للسلم وحقوق الإنسان. حقيقة أود الحديث بداية عن المركز الدولي للسلم الأمريكي للسلم وحقوق الإنسان، الذي هو منبر حقيقي يسعى إلى التعايش الحقيقي، إشاعة ثقافة السلم في بلاد العم سام مثل ما يقال، ويقوم بمجهودات جد جبارة هي تعريف بموريتانيا في هذه البلاد التي قلما يقع ذكر اسمها فيها. وبالتالي في المناسبة أود أن أحيي القائمين على هذا المركز، الأستاذ إسلام واللمينو وكافة طاقمه المتميز. سوف لن أطيل عليكم، أكتفي بالحديث الإطار الذي قدمه زميلي قبلي، فقط أود أن نبدي ملاحظتين أو ثلاثة على السريع، هي بأن أي عمل حقوقي لا بد له من مرجعية، مرجعية قانونية وأخرى أخلاقية وحتى دينية. المرجعية القانونية أن أي عمل حقوقي لا يمكن أن يأتي من فراغ، فالمرجعية هنا هي كافة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات، اتفاقية مناضد التعذيب، اتفاقية التمييز العنصري، اتفاقية حماية الطفل، وكافة الإشكال ضد التمييز ضد المرأة وغيره. وبالتالي
المرجعية الأساسية لأي عمل حقوقي يجب أن تنطلق من هذه الآلية القانونية. إن أي منظمة لم تنطلق من هذه الآلية التي هدفها وغايتها هو تقية الإنسان حيث هو، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر أن نشاطها أو مجهودها ينصب في حقوق الإنسان. أود أن أتحدث في ملاحظة ثانية على السريع دائما عن مناهج وأساليب عمل منظمات حقوق الإنسان. فكثيرا ما نسمع هذا المبدأ قد تخدمه الدولة وهيئات دولية، ولكن ما يبقى في أذهان المواطن العادي والإنسان العادي بأنه تنشغل بجمعيات مهنية خاصة بحماية حقوق الإنسان. هناك عدة أساليب عند هذه الجمعيات، منها نميز بين من له مصداقية ومن ليس له مصداقية. فمنظمة حقوق الإنسان، منظمة تشتغل في مجال حقوق الإنسان، لا تقوم بالتحقيقات الميدانية وبإعداد التقارير وبتتبع الشكاوي وبفتح الممارسات، ممارسات التعسف الممنهجة ضد حقوق الإنسان، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبرها أنها تدخل في صنف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. النقطة الأخرى أن هناك كذلك منظمات أخرى للأسف ليست لها من حقوق الإنسان إلا الاسم، فهي قد تكون مواطئة تتواطأ مع الأنظمة التي تمس التي تنتهك حقوق الإنسان. هذه كذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر بأنها منظمات تشتغل في حقوق الإنسان. هناك جمعيات للأسف كذلك تدعي بأنها تشتغل في مجال حقوق الإنسان، لكنها تنتهج نهجاً متطرفاً يكتنفه الغلو والتطرف، وهذا كذلك بعيد كل البعد عن حقوق الإنسان. إذن لكي نبقى في النهج السليم لترقية وحماية حقوق الإنسان، فيجب أن يعملنا أن تكتنفه الحيادية والمصداقية والنزاهة. وأشكركم. شكرا لكم أستاذ محمد الدباه، وطن الدول اللجنة وطن حقوق الإنسان ومحامي وباحثين. أنا محاسبة الأعضاء محمد الدباه، تعقيب الحوار الخاص بالإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أذكر بأني إعلامية وكما مهتمة بقضايا المرأة والطفل. الموضوع مهم جدا وسري، وأهم ما في علاقة الإعلام بقضايا القضايا العادلة. ما أريد إضافته هو فقط ضرورة التمكين ضرورة التمكين للإعلام المسؤول، إعلام الذي يفتح ليركز على دمج وإشراك الفئات الأقل حظاً، لكن بمسؤولية وبمهنية وبما يكفل لهذه القضية، يعني مواصلة انتمائها للقضايا العادلة. الإعلام كما ذكر السيد النقيب سلاح ذو حدين، هو إما أن يكون للبناء وحمل رسالة نبيلة، وإما أن يكون للهدم والتقويض. فإذا دق الإعلام إسفين حروب باقم على أهلها مأتما وعويلا. ضرورة التركيز على ما يجمعنا، فما يجمعنا أقدس وأهم من ما يفرقنا. الوحدة بكل يعني حيثياتها. والإعلام عندما يأخذ على عاتقه التمكين للوحدة واللحمة الاجتماعية والإشراك وتنمية الفرد، يكون قد اتسم بسمات يعني المسؤولية. وإذا أخذ دخل متاهات أخرى في الحقيقة لنا في الأمثلة التي تحيط بنا بالحقيقة أمثلة ما هي ليست يعني
هي التي نحبذها. إذن ضرورة التمكين لإسلام الوحدة، إسلام اللحمة، الإسلام الذي يجمع، يعني الإعلام الذي يجمع ولا يفرق. الوقت طال وأنا أريد أن أعطي إليكم، والسلام عليكم. السلام عليكم. سمحوا لنا شوي نستعد للربط خاض شوي بقايتكم. تالي لنا ربطنا نظرك لنا نعود مع المحور الثالث اللي يتعلق بالبعد التربوي للأجيال مع الشيخة السابقة ومفتشة التعليم فاطمة متلبو. غير قبل ذلك أرجو من المحاضرين قال إنهم يلتزمون بالوقت، لكن بدو نوفوا هذا في الوقت المناسب. تفضل يا أستاذ. مبادئ حقوق الإنسان على هذه الربوع. المحور هو أهمية حقوق الإنسان في التربية أو التربية وحقوق الإنسان. بما أن الوقت يبدو أنه يداهم سأختصر ما قد كتبته في هذا الموضوع. كنت قد بدأت بتعريف للتربية وركزت مداخلتي على التربية بوصفها محور خاص من محاور الندوة. والتربية في تعريف المختصين هي عملية تكيف دائم ومستمر بين المتعلم وبيئته، وهذه البيئة تأخذ منحيين مختلفين أو متمايزين على الأقل. سأحاول أن أقدم الموضوع بسرعة. بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية. يقصد بالبيئة الطبيعية كل ما يحيط بالإنسان من أمور مادية في الأرض وكل ما عليها من قوى وطاقات على اختلاف أنواعها هي في ذلك تكون البيئة الطبيعية. والمواد الدراسية كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم الحياتية كعلم النبات والحيوان والصحة وعلوم العلوم الرياضية هي علوم موجهة بالدرجة الأولى لحسن التكيف مع البيئة الطبيعية. أما البيئة الاجتماعية فيقصد بها المجتمع البشري وعلاقة أفراده وجماعاته بعضهم ببعض، بدءاً بأصغر نواة فيه وهي الثنائية، نواة ثنائية، إلى أكبر تجمع وهو العالم بأسره. وتعتبر العلوم من تاريخ وجغرافيا وتربية دينية ووطنية وعلوم سياسية واقتصادية هي الأخرى علوم متخصصة لخدمة حسن التكيف مع البيئة الطبيعية مع البيئة الاجتماعية. والتكيف ناموس طبيعي في هذا الوجود وهو سنة الله في خلقه تخضع له جميع المخلوقات، والمخلوقات التي تحسن التكيف يضمن لها البقاء، البقاء النسبي طبعا، والمجموع المخلوقات التي لا تستطيع التكيف أو يختل عليها التكيف مآلها إلى الانقراض. وهذا التكيف يحمل في معناه التغيير. وماذا نعني بالتغيير؟ أي تغيير المتعلم في نفسه، تغيير ما في نفس المتعلم وتغيير البيئة أيضاً لصالح. فتحصيل المعارف المختلفة وتكوين المهارات الجيدة واكتساب العادات والاتجاهات الصحيحة والسليمة يعتبر تغييراً للمتعلم اتجاه البيئة. أما التغيير البيئة فهو الأمور الواضحة التي تمكن الإنسان من التكيف. والفرق بين تكيف الإنسان والحيوان أن الحيوان يتقبل البيئة على علاتها ويتعذر عليه أن يغيرها، وإن غيرها فيكون هذا التغيير بسيطاً ومحدوداً. أما الإنسان بما أوتي من ذكاء وفطرة وحب للحرية فقد يغير هذه البيئة تغييراً كبيراً. وقد استطاع الإنسان تغيير البيئة الطبيعية بصفة واضحة عبر مسيرته الحضارية، وقد سخر الأرض والحيوان لخدمته وقرب الأبعاد وما زال يحاول الأكثر أو المزيد. أما البيئة الاجتماعية فإن الإنسان لم ينجح بعد في إصلاحها بقدر ما نجح في إصلاح البيئة الطبيعية. وهنا يجب أن نتساءل إلى أي حد نجح الإنسان في أن لا يستخدم تقدمه المادي أن لا يستخدمه إلا في سبيل الخير والحق والجمال فقط.
فهل تعلم الإنسان بعد أن يضع حداً للجهل والفقر والمرض، وأن يوزع خيرات الأرض توزيعاً عادلاً، وأن ينظم الإنتاج والاستهلاك؟ وهل تعلم أن يحترم ويقدر شخصية أخيه الإنسان محرماً استغلاله واستعباده؟ وهل تعلم أن يسوي الخلافات ما بينه وبين أخيه بطرق مشروعة بعيداً عن العنف والظلم والعدوان والتطرف؟ وحسب ما يقول بعض خبراء التربية أن هذا العصر قد ساد فيه طغيان وسائل التربية على أهدافها وغاياتها. فالغايات للتربية حسب فلسفة التربية هي الأخلاق والمذل العليا، وقد اتفقت الأديان السماوية والمبادئ على اختلاف أنواعها على أهمية الأخلاق. لذا مدح رمز كمال البشرية صلى الله عليه وسلم بعظم الأخلاق، قال تعالى: علام شطار جيم وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق إذن هي الحارس الوحيد الذي يحمي الأمم ويقيها من الانهيار والضياع. ولكن المجتمع قد عهد إلى كل خدمة من خدماته أو حاجة من حاجاته مؤسسة متخصصة لتوفير ذلك وتأطيره، وإن المؤسسة التي أوكل المجتمع إليها مهمة التربية هي المدرسة. والمدرسة في هذا المجال ليست هي المؤسسة الوحيدة لكنها الأهم. فجل الباحثين في الحضارة يجمعون على أن المدرسة من بين 5 مؤسسات تعتبر قيمة على الحضارة الإنسانية، حافظة لماضيها وصائنة لحاضرها ومؤمنة مستقبلها التقدمي. ولولاها لما قامت الحضارة البشرية ولم استمرت. وهذه المؤسسات هي الأسرة والمدرسة ومؤسسة والدولة ومؤسسة الدين ومؤسسة العمل. وتقوم كل منها على فكرة جوهرية تبرر وجود المؤسسة وتوضح أهمية الخدمة التي تسديها للمجتمع وللحضارة. وهذه المدرسة التي اعتبرناها مؤسسة فعالة قد أقامها المجتمع لتتولى تربية النشي عبر مختلف مراحل التعليم هي أساسية في التربية، لها اختصاص، لها خصائص. لعل من أهمها أولاً أن المدرسة بيئة تربوية مبسطة تبسط الإشكال والتعقيد وتفك التشابك الذي يتخلل المعارف المختلفة، وذلك من مبادئ التعلم المختلفة كالتدرج وملائمة مراحل النمو. ثانياً من خصائصها المدرسة بيئة تربوية صاهرة، أي أن التلاميذ خاصة المدرسة الرسمية الوطنية تعمل على توحيد ميولهم ورغباتهم وصهرهم في قوالب محددة بغض النظر عن الجنس واللون والعرق. فإذا ما تكافأت الفرص أمام أبناء الوطن في الولوج إلى المدرسة وكانت المدرسة مدرسة وطنية بمقاساتها الصحيحة، تضاءلت كثير من هذه الأصوات التي نسمعها هنا وهناك، وتضاءلت الفروق بين الجماعات وأصبحت فروقاً فردية فقط لا فروقاً بين الأعراق ولا بين الجماعات. وهذا هو معنى خاص أول خاصية من خاصيات المدرسة، أن المدرسة بيئة تربوية صاهرة. ننتقل إلى الخاصية الأخرى وهي المدرسة بيئة تربوية مصفات، أي أنها تصفي المعارف والعلوم على أساس الفضائل والمثل العليا وتنقيها من الشر والرذيلة. المدرسة الخاصية الرابعة للمدرسة أن المدرسة بيئة تربوية موسعة، أي توسع مدارك المتعلم في الزمان والمكان، بحيث تجعله في العالم من خلال بعديه الزمان والمكان، من خلال تجارب الأمم وأخبار السابقين والاختراعات وكل ذلك. والتطلع إلى التنمية والتحديث لا يستقيم دون استحضار الحق في التعليم، وهو أول أهم حق. وهذا الحق لا تكفله، لا يمكن أن يكفل إلا عن طريق المدرسة والمدرسة وحدها أو أساساً المدرسة. من هنا أصبحت سوف أنتقل سريعاً عن ما يخص بتعريف التربية ومفاهيمها وأبعادها لأن الوقت يطاردني. سأنتقل إلى حقوق الإنسان وهو المحور الثاني في المداخلة. حقوق الإنسان عبارة على كل حال أصبحت على كل لسان ولا يكاد يخلو منها خطاب فكري أو صحابي، وكلما اتسعت رقعة الانفتاح الثقافي والتلاقح الحضاري
نجد أن هذه الكلمة تجد محلها في المنابر وكلما كثر استخدامها، ويتبنى كل الدفاع عنها من وجهة نظره الخاص، وإن كان بعضها يتأسس على جهاز مفاهيم علمي، بعضها يتأسس على جهاز مفاهيم ديني، وبعضها يتأسس على جهاز مفاهيم آخر. ماذا نعني بحقوق الإنسان ودلالتها؟ إذا رجعنا إلى أحد المنشورات، منشورات الأمم المتحدة الصادر عن مركز حقوق الإنسان في جنيف 1989، يتطرق إلى تعريف حقوق الإنسان أنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر. فحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتيح لنا أن نطور وأن نستخدم بشكل كامل صفاتنا البشرية وذكائنا ومواهبنا ووعينا وأن نلبي الاحتياجات الروحية وغيرها من الاحتياجات. وتستند هذه الحقوق إلى سعي الجنس البشري المتزايد من أجل حياة تضمن الاحترام والحماية للكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية للإنسان. ومن هذا التعريف تقصي أبعاد متعددة لحقوق الإنسان. أولاً البعد الوجودي أو الدلالة الكينونية، وذلك من حيث أن حقوق الإنسان قيم ومبادئ تميز الكائن البشري عن غيره من الكائنات، وهو بطبيعته بإنسانيته له متطلبات معينة لا بد من ممارستها بل امتلاكها وممارستها ضرورية لتميزه كموجود ككائن بشري. البعد الحيوي اللي هو دلالة الشخصية، وهي دلالة تدل على الأساس الطبيعي الوجودي للكائن البشري. إن عبارة حقوق الإنسان تدل على ممارسة الشخصية لحياة تستجيب لطبيعتها وأصلها، وهنا تتوقف هذه الاستجابة على نقل حقوق الإنسان من كونها قيم متأصلة في كينونة الموجود إلى ممارسات حيوية تسمح له بالتعبير عن مختلف أبعاد شخصيته كاملة وعن جميع إمكاناته واحتياجاته الذهنية والروحية. البعد الاجتماعي والمدني وهو دلالة القانون، تحمل هذه العبارة حقوق الإنسان وتحمل دلالة على تنظيم المجتمع البشري لتلك الحقوق الطبيعية والأصلية بواسطة تشريعاته المختلفة، وذلك بوضع قوانين تحمي الحقوق وتضمنها. وترتبط حقوق الإنسان إذن بذات الكائن البشري في وجوده الأصلي، كما أنها تعتبر من مختلف الأبعاد الشخصية للإنسان، ويدخله في تنظيم قانوني واجتماعي يحقق له الحقوق والواجبات ويضمن ممارستها واستمرارها. وقد اعتبر التدريس إلى جانب وسائل أخرى جسراً رئيسياً يمكن أن تعبر من خلاله تلك الحقوق لكي تجد موقعاً ثابتاً في شخصية الفرد وفي النسق المجتمعي، إذ لا يقل التدريس أهمية في النسق الاجتماعي عن الأعمال التي تقوم بها الجهات المهتمة بقضايا الإنسان كلها، بل إن الجهات نفسها تؤكد أهمية التدريس في تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع مجال التعرف عليها والتعريف بها ودعمها وترسيخ قيمها ومبادئها. وفي هذا الإطار دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1968 إلى تدريس حقوق الإنسان بالتدرج في المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية، ودعت إلى اغتنام كل فرصة لاسترعاء اهتمام الطلاب إلى الدور المتزايد الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز العدل الاجتماعي. تطرقت الورقة إلى نماذج كثيرة في هذه الدعوات، ولكني سأختصرها وأتجاوزها إلى التربية على حقوق الإنسان. التربية في هذا الاتجاه
تعمد إلى تعزيز حقوق الإنسان من داخل العملية التربوية في إطار ممارسة التربوية، وهو ما ينعت اليوم بالتربية على حقوق الإنسان، وهو اتجاه لا يقصد تعليم ومعارف وتصورات فقط حول حقوق الإنسان للأطفال والمتعلمين، بقدر ما يرمي إلى تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق. فليست التربية على حقوق الإنسان تربية معرفية، بل هي تربية قيمية بالدرجة الأولى. فلا تكتفي هذه التربية بحشد الذهن حول المعارف المتعلقة بحقوق الإنسان، بقدر ما تهتم بالممارسة اليومية للمتعلم وتعاطيه وتفاعله مع حقوق الإنسان. وتدريس حقوق الإنسان يعني تأسيس هذه الحقوق كقيم على مستوى الوعي الوجداني والمشاعر وكمكتسبات عملية على مستوى الممارسة. وينطلق هذا التعليم القيم السلوكي من أقرب مجال له هو حجرة الدرس والبيئة المدرسية، ومن ثم يؤسس تعزيز ممارسته داخل المجتمع ككل. أولاً، الأسس لتربية على حقوق الإنسان. أول الأسس أسس إنسانية، التربية الإنسانية، الأساس الإنساني، وهي تربية ذات نزعة إنسانية من حيث أنها تتجه إلى توعية الإنسان بحقوقه. في هذا المجال في ثقافتنا الإسلامية سئل علي كرم الله وجهه عن الإنسان فقال: هو أخوك أو شبيهك في الخلق، أي إما أن يكون أخاً لك في الإسلام أو تلزمه الحقوق المعروفة مثل المؤمنين في توادهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، أو شبيه لك في الإنسانية يتألم كما تتألم ويحس كما تحس ويمرض كما تمرض. المرتكز الثاني هو التربية عقلانية، لأنها تتسم بالصفات. والمرتكز الأخير التربية نقدية. أنا أصبحت متسرعة في الأداء. تقودنا الخصائص السابقة إلى وصف التربية على حقوق الإنسان بأنها تربية قيمية سلوكية كما قلت، فهي بتعزيزها لقيم ثقافة حقوق الإنسان واتجاهها إلى تعليم سلوكيات تؤسسها تلك القيم، فإنما هي تقصد مخاطبة الإنسان ككائن يتخذ مواقف ويمارس سلوكيات عملية، ليس ككائن مفكر فقط. وهكذا التربية على حقوق الإنسان، ولأنها تنويرية ونقدية وحديثة كما مر معنا، فإنها تربية تهدف إلى تأسيس نسق قيمي سلوكي جديد يقوم على إعمال العقل وتدخل الذات، وينحو إلى تحويل الأفكار والأعمال والمواقف التي يعرفها محيط الإنسان وبيئته. وهنالك مستويات ترتبط بها التربية على حقوق الإنسان. هذه المستويات تتجسد في مجالات ثلاثة. أولاً، المستوى البيداغوجي والاتجاه إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البرامج الدراسية، ويضعنا في قلب المستوى البيداغوجي التدريسي من جهة أولى، بينما لا يستقل تلك الثقافة بذاتها كمادة ذات بناء مستقل. من جهة ثانية، لا بد من ممارسة التدريس المندمج في إطار هذه المعارف وهذه الاتجاهات السلوكية، حتى يتم بناء القيم الخاصة بمفاهيم حقوق الإنسان في برامجنا الوطنية، المساواة والحرية والمواطنة والاختلاف إلى غير ذلك من الحقوق المختلفة. ولا يتعلق الأمر ونحن نفكر في المستوى البيداغوجي للتربية ببناء منهاج أو مادة دراسية مستقلة، ولا بإعداد برامج أو كتب مدرسية خاصة بهذه التربية، ولا بتهيئة جدادات تقنية لدراستها، لكن الأمر إنما نقصد به دمج ثقافة حقوق الإنسان في منهاج كل مادة دراسية، فتصبح جزءاً من برامج كل مادة، وتشغل مكاناً ما في كتب كل مادة، كما تكون حاضرة في صياغة أهداف كل مادة، وتكون موقع اعتبار بالنسبة لطرق التدريس
والتقييم والإشراف التربوي والمناحي التربوية المختلفة. هكذا إذن يتجه التعامل البيداغوجي مع التربية على حقوق الإنسان إلى أن تدمج هذه الحقوق في ديداكتيك كل مادة من موادنا الدراسية، ويذهب هذا الدمج إلى أن تحضر فكرة حقوق الإنسان في نسق كل مادة دراسية على مستوى أهدافها وحتى أساليب تقويمها، كما يمتد هذا الحضور من مستوى الدرس إلى مستوى التعطير. ولا بد أن يتناول هذا الموضوع بكل ما يستحقه أن يكون ذلك الدمج أيضاً في مختلف العمليات التي يمارسها الإشراف التربوي، أن تتضح حقوق الإنسان حاضرة كموضوع في التنشيط التربوي، الندوات والدروس التطبيقية في التعطير وتوجيه المدرس وفي المراقبة والتربية. أنا سأكون مضطرة إلى الوصول حالاً للخاتمة، ولكن مع هذه المتطلبات الجوهرية حول بيداغوجيا حقوق الإنسان، أين مدرستنا في موريتانيا من كل هذا؟ ولا أريد أن أدق ناقوس خطري، أظن أنه غير غائب عنكم جميعاً. نعم، أظن أن الكل على دراية بالموضوع، وهو أن تلك المدرسة التي أنجبتكم وأنجبت جميع النخب الوطنية لم تعد موجودة للأسف الشديد، وهي بعيدة من ذلك. وهنا أختم باقتباس كلمات من الحديث: ألا إن للمجتمع مؤسسة، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، ألا وهي المدرسة. السلام عليكم. مع المحور الأخير من النزوة التي كانت بعنوان الواقع الحقوقي في موريتانيا بين عدالة القضية وأخلاقية التناول لمن حضر أخيرا. المحور الرابع وهو الاستقرار وأهميته في نهضة الشعوب ومواجهة التحديات الأمنية مع الأستاذ الصدفة والعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أشكر شبكة صوت المغترب وموريتانيا 13 والمركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان على هذه الدعوة الكريمة، كما أشكر السادة الحضور الكريم. وأبدو سأتناول في هذا الجزء من الندوة المحور الرابع بعنوان الاستقرار وأهميته في نهضة الشعوب ومواجهة التحديات الأمنية. الاستقرار وأهميته في نهضة الشعوب ومواجهة التحديات الأمنية. وسأدخل إلى هذا المحور من خلال مفاهيم عامة. أولها مفهوم الاستقرار، بحيث يمكن أن يعرف الاستقرار عموما بأنه الهدوء والاطمئنان وثبات الأحوال. ويختلف الباحثون في تحديد مفهوم الاستقرار السياسي، فالبعض مثلا يرى أن الإضرابات والمظاهرات ضد السلطة القائمة هي نوع من عدم الاستقرار، في حين يرى البعض الآخر أنها مجرد تعبير عن حرية الرأي وأنها تعبير عن حيوية المجتمع وإبراز التناقضات الموجودة فيه وأنها لا تمثل عدم استقرار. هنالك من الباحثين من يرى أكثر من ذلك أن التغييرات الوزارية الكثيرة المتتالية والمتلاحقة وكذلك أعمال الشغب وتغيير النظام لنفسه عن طريق الإطاحة به كلها لا تشكل عدم استقرار، وإنما هي مجرد تعبير عن حرية الرأي. وتفسير ذلك أن التغييرات الوزارية الكثيرة والمتلاحقة قد لا تشكل بالضرورة تغييرا، لأن التغيير الوزاري
لا يعني بالضرورة تغيير شخصيات الوزارة، فقد تتغير الحكومة وتبقى الشخصيات كما هي أو بعضا منها. وكذلك يرون أن أعمال الشغب هي مجرد مسائل نسبية، وأن تغيير رأس النظام عن طريق الإطاحة به قد لا تعني بالضرورة تغيير النظام، لأن النظام قد يستمر بجسمه كاملا ولفترات طويلة. ومن أهم مؤشرات الصراع الداخلي في الدولة والتي تساهم في عدم الاستقرار المؤشرات التالية: أولا المظاهرات المعادية للحكومة، وأعمال الشغب داخل الدولة، وسقوط القتلى في أعمال العنف والاغتيالات السياسية، وعمليات التطهير التي تتم في أجهزة أمن الدولة، وكذلك وجود أو التهديد بحرب العصابة. كلها مؤشرات على عدم الاستقرار في الدولة. كما قد تعمل بعض الدول على زعزعة استقرار دول أخرى عن طريق دعم الأقليات الموجودة داخل حوزتها الترابية. والدول المستقرة سياسياً وأمنياً هي المؤهلة لتحقيق معدلات تنمية اجتماعية واقتصادية إذا توفرت الإدارة الجيدة للموارد المادية والبشرية. فمثلاً دولاً مثل سنغافورة وماليزيا ودول الخليج حققت معدلات نمو جيدة رغم الفوارق في طبيعة الموارد الاقتصادية والبشرية لهذه الدول، لكنها تتشابه من حيث الوضع السياسي المستقر وانعكاسه الإيجابي على الأوضاع العامة في تلك الدول. وهنالك عوامل أساسية يلزم توفرها من أجل تحقيق نهضة شاملة. من هذه العوامل: أولاً نظام حكم لا مركزي مبني على أسس صحيحة بانتخاب دوري من الشعب. ثانياً جيش قوي يضمن الحفاظ على موارد الدولة وحماية مصالحها وأمنها. وثالثاً اقتصاد حر قوي مبني على موارد هامة كالصناعات الثقيلة واعتماد التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة. ورابعاً مكافحة الفساد عن طريق سهولة الإبلاغ عنه وسهولة البت في القضايا المتعلقة به ووضع نظم للشفافية ومحاسبة المسؤولين. وخامساً تعليم بكفاءة عالية. ويمكن قياس كفاءة التعليم بمدى جودة التعليم مضروب في عدد الأفراد المتعلمين. يمكن أن نقيس جودة التعليم أو كفاءة التعليم بمدى جودة التعليم مضروب في عدد الأفراد المتعلمين. سادساً الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه. وسنعطي مقارنة. فمثلاً في إسرائيل تخصص 4.7% من الموازنة العامة، وفي أمريكا تخصص 2%، أما في الدول العربية فتخصص 0.1% من ميزانيتها للبحث العلمي، وفي بلادنا الله أعلم. سأنتقل بعد هذا المحور إلى المحور الموالي من العنوان، وهو التحديات الأمنية، لأننا في ظل دولة مستقرة ونهضة شاملة لا يمكن
أن نتجاوز ونهمل التحديات الأمنية، لأن الأمن يحتل أهمية كبيرة لدى المجتمعات لارتباطه بحياة الناس فيما يوفره لهم من طمأنة النفوس وسلامة التصرف. والأمن مفهوم شامل يمكن تعريفه بأنه الحالة التي يكون فيها الفرد محمياً من المخاطر، إما بغياب هذه المخاطر أصلاً أو بامتلاكه للوسائل الكفيلة بمواجهتها. قلنا أن الأمن هو شعور الفرد بأنه محمي من المخاطر، إما لغياب المخاطر أصلاً أو لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر. وللأمن مفهوم واسع يشمل أمن الأفراد وممتلكاتهم، بالشعور والإحساس بالأمان، والأمن الغذائي وهو مرتبط بغذاء الناس ومعاشهم، والأمن الاجتماعي كتوفر الطمأنينة والرفاهية والقضاء على الجهل والمرض، والأمن الثقافي والفكري وهو عدم التعرض للغزو الثقافي والفكري، والأمن الاقتصادي وهو ثبات الدخل والاستقرار المادي، والأمن المائي كتوفر المياه والتحكم في مصادرها. ومما سبق يتضح أن الأمن مسؤولية جماعية، وقد أثبت القرآن ذلك في قوله تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية تدل على توحيد الأمة في مقاومة العدوان ضد الفرد الواحد، فمن باب أولى العدوان على الجماعة أو الأمة. ولقد ارتبطت مفاهيم الاستقرار والأمن والإيمان والرفاهية والطمأنينة منذ نشأة البشرية، كما في قوله تعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتدل أحداث التاريخ البشري أن العمل لا يثمر، والحضارة لا ترتقي وتزدهر، ولا يعم الرخاء، ولا يسود التطور والتقدم إلا في ظل الاستقرار. ولا يكون الاستقرار بغير أمن وأمان، لذا تظل العلاقة قوية ومتبادلة بين التنمية والنهضة الوطنية الشاملة من جهة، وبين الاستقرار والنظام الأمني الذي تحققه هذه النهضة وتخلق من خلاله مقومات وعوامل الاستقرار والتطور، بحيث لا تنمية ولا نهضة بدون نظام أمني قوي حام لهذه النهضة، وكذلك لا يمكن تصور نظام أمني ودفاعي قوي بدون تنمية توفر له مقوماته وتتكفل بجميع احتياجاته المادية واللوجستية. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً للأستاذ صدفه العمر الحمى على هذه المحاضرة القيمة. والآن نفتح باب التعقيبات ونعود إلى المحور الثاني المتعلق بالقضايا الحقوقية بين عدالة المطلب وإكراهيات الخطاب التسويقي وخطورة الاستغلال، مع المعقب الأول سعادة السفير السابق المختار ولداه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. شكرا جزيلا على هذه الدعوة وعلى هذه السانحة. شكرا للإخوة المنظمين لهذه التظاهرة الذين أعرف منهم البعض صداقة وقرابة، مغتربين بأمريكا، أعرف نياتهم الحسنة
صادقة تجاه هذا البلد، أعرف أيضاً عملهم الدؤوب ومتابعتهم للقضايا الوطنية إعلامياً وسياسياً وحقوقياً، لذلك لا أشك مطلقاً في نياتهم الحسنة وعملهم الدؤوب من أجل ترقية حقوق الإنسان ومن أجل أيضاً فهم الواقع الموريتاني المعيش الآن، والذي هو يعاني من ناحية من شيء من التهويل وشيء من التهوين. أرجو أن تكون مداخلتي مصبة في هذا المجال، وحيي أيضاً الأخ على المبادرة على طريق طويل الذي قطعه من واكشوط إلى كيفا مشاً على الأقدام تحت عنوان المصارحة والمصالحة، وهو جهد بدني وفكري قطعاً مقدر ومشكور، نيته في ذلك صادقة. مع ذلك أريد أن أضع ثلاث إضاءات وثلاثة ملاحظات على طريق هذا العمل الذي تقومون به وفي إطار هذا المحور الذي هو حقوق الإنسان بين عدالة المطلب والخطاب التفسيري في ذلك. أولاً أرجو الملاحظة الأولى، ألاحظ وأشم رائحة شيء من التقليد لما هو حادث في أمريكا وفي الغرب وفي بلدان أخرى، لذلك نستشف ذلك وليسمح لي الأخ نيته صادقة في ذلك من عنوان مصارحة والمصالحة. هذا عنوان مرحلة سياسية كبيرة في جنوب إفريقيا، والحال أن الحال عندنا مختلف البتة وإطلاقا حسب تفسيري وعلى مسؤوليتي على ما هو قائم في جنوب إفريقيا. لذلك ومع ذلك عندنا حال، أتفق معكم أن عندنا حالة حقوقية متمثلة في الاسترقاق، لا زال قليل من ممارساتها التقليدية ممارس طوعا وبدون إرادة في الأضغال والأرياف، ولا زالت رواسبها كبيرة حاضرة في المدن وفي أحزمة المدن وفي القرى وفي تجليات حقوقية كبيرة، لكن الحال مختلف في أصوله وفي تجلياته وفي ممارساته عن الأبرتايد التي كانت قائمة في جنوب إفريقيا. لذلك إذا اخترنا عملا نضاليا حقوقيا لمقاومة ما هو موجود عندنا، يجب أن نبتعد عن الأسماء والأشكال والألقاب والقوالب التي حدثت لمناهضة ذلك الشكل من الاسترقاق والعبودية والفصل العنصري الذي هو الأبرتايد، لأنه إذا اختلف الأساس فمن الطبيعي أن تختلف الأشكال والهيئات والشعارات القائمة إلى ذلك. ثانياً نرجو أن نبتعد أيضاً عن بعض التقليد الأعمى في هذا المجال فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. ظاهرة العبودية معبودية الدولة وعبودية القانون وعبودية المؤسسات التي كانت قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عهد قريب، إلى عهد الستينات والخمسينيات، هذه لم تكن هي العبودية التي كانت عندنا. لذلك لما نشأت الدولة لم يكن هناك أبدا أي قانون يجيز العبودية ولا يؤصلها ولا يرخصها، بل هناك قوانين تردعها وقوانين تحظرها وشريعتنا إسلامنا ومذاهبنا التي تندد بها والتي تحاربها ولا تحاربها في مضمونها في أشكالها. لذلك الحال عندنا مختلف عن الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك اقتضى أن الأساليب التي تم اتخاذها في الولايات المتحدة الأمريكية ربما تختلف عن الأساليب التي يتطلبها واقعنا، والحال مختلف عندنا عن تجربة الأبرتايد قطعاً والبتة، ولذلك تختلف الأساليب والأشكال والممارسات عندنا. ومع ذلك يتطلب الأمر عندنا هبة وطنية من كل الصادقين، سواء كانوا حقوقيين وسواء كانوا رجال فكر وسواء أصحاب ثقافة عالمة وسواء أصحاب رؤى سياسية. الحال عندنا يتطلب شيئاً من التقدير وشيئاً من التفكير وشيئاً من المقاربات. لذلك اقتراحي كان دائما على بعض أهل الفكر وعلى بعض أهل الخاصة، ولست منهم بعضا قطعا، هو أن يتم تشكيل لجنة من كبار القوم، من علية القوم، من لا 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 رغبة لهم شخصية في المسألة، ويفكرون ويقدرون ويلاحظون ويشخصون ويقاربون أيضا المقاربات في الدول الأخرى، ما حدث في أمريكا، ما هي التجارب الصحيحة وما هي التجارب السلبية، ما حدث في السودان، ما حدث في السعودية، ما حدث في الهند، ما حدث في البرازيل، وأحسبها حسب قراءتي من أحسن التجارب في مجال محاربة العبودية. لكن كل هذا فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الناجح وفيه الفاشل، والحال عندنا يختلف طبعا الحال على ذلك، لكن نشخص الحال عندنا ونرى ماذا فعل الآخرون، ما هي مقاربات الآخرين، أين نجحوا، أين فشلوا، حتى نخرج بمقاربة موريتانية موريتانية المنشأ والأصل، ومع ذلك منفتحة على الآخر حول ظاهرة الاسترقاق وظاهرة العبودية وكيف أو رواسب العبودية وكيف نجابهها. إذا كان لي إضاءة في هذا المجال، ده أنا
كما تقول بعض شعارات الحركات الإسلامية التي أحترمها كثيرا، كما أحترم كل حركات الإسلام، أن الإسلام هو الحل، والإسلام فعلا هو الحل، لكن أي الإسلام؟ الإسلام الذي نريده كلا. على كل حال الحل عندنا هو الإسلام، لكن حل مشكلة العبودية هو المواطنة الحقيقية، هو المدرسة، يبدأ بالمدرسة وينتهي بالمدرسة. إذا أصلحنا المدرسة العمومية فسنقضي على كل الفوارق وعدم تكافؤ الفرص وأولها العبودية، وإذا لا إذا كنا لا سنهمل المدرسة كما أمنها الآن. على كل حال السيدة الشيخة أحسن المتحدثين بما ذلك، فلن يصلح من أمرنا شيء ولن نصلح شيئا في العبودية. ملاحظة أخيرة أريد أن أسجلها بما يتعلق بمحاضرة الأخ والمحاضرة الطيبة التي قدمها الأخ في البداية، وهي الربط، وهي شيء من القسوة على النظام السياسي القائم في نظمة السياسية القائمة المتعاقبة في هذا البلد في مجال حقوق الإنسان. أنا كما قلت إن كل أعتبر أن كل النيات صادقة، ومع ذلك الخطط والأعمال قد تكون فاشلة، لذلك أعتبر نوايا كل الآخرين نوايا كانت صادقة، ومع ذلك واكبت مراحلهم أخطاء كبيرة، لكن أيضاً واكبتها نجاحات كبيرة. لذلك الربط بين المجال الحقوقي فيما يتعلق بالعبودية وما يتعلق بالوريث الإنساني على أنها هي المشاكل الحقيقية القائمة في هذا البلد، على كل حال أعتبره ربطاً متعسفاً جداً، لأن مسألة العبودية ومسألة حقوق الاسترقاء وإذا بقي فشيء قليل، وربطه ومقارنته بشيء الاسترقاقي في شيء من التعسف. مرة أخرى شاكر لكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكراً سعادة السفيرة على هذه الملاحظات القيمة، والآن لا نعطي التعقيب لأولي. أعتذر من زميلي وأخي عبد الله العتيق، يعني لنقدم الأستاذ المكفول من تبراهيم لتقدم تعقيبه ونعود إن شاء الله. ظلم نعرف على أنه ما كان مبرمج، يا قاري لا أعتذر منه. إيش حالكم؟ أوكي، على كل حال أنا ما لي أطول قاعد، واختار نعود هادف شوية اللي هنقول ونعود مختصر باش قد ما يتحسكم بي. اللي صراحة استمعت الخطاب الأخت وكان مهم وزين اللي يقول فيه، يقير نظرا طول وفقدنا خيط في خيط فرعته وفعلا مهم. نبدأ شوي على المواطنة، كيف تكلم عنها الصحفي دبي واللي هي أنشئ، وأنا في النهاية تعني لي. أنا قاعد معروفة ضمن خطابي دائما عند ياسر الناس النشاز، والناس ما تقدر تصنته ويجي تقول عن المتطرف. أنا أقول عن مو متطرف، قد ناس منها طابعة لتسمع لكلام أبصورته، ممكن يقولوا كلام مقشر ما هي طابعة الناس تصنته، ومن تسمع عد ما هو زين عندها. المواطنة بالنسبة لي اللي هي كيف قلتوا كاملين، فيها تكافؤ الفرص وفيها العدالة وفيها الحرية، وهذا يخلينا كاملين ما نخلعوا من ذيك الأغلبية اللي سوية من هي تغبط حقوق الأقليات، ولا يخلعنا كيف سمعت خطاب حد قال قبيل على ذيك الأقليات تقعد نافذ الدخول، يعني الغزو الغربي دخول القوى الأجنبية، هذا كامل تتحكم فيه الدولة، ومنين تعود الدولة طاحة بلدي وقابضة بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية السريعة، مع أنها تقفر البيبان دون الأشياء كاملة اللي ما تعرف فيها. نرجع على دور الصحفي، كيف بدينا بهم اللي هو اللي عليه طبعا أركز عليها. أنا كيفكم، أنا جيت هون كتبت كلمتين بدي البلاصة. أنا نعتقد عن الحقوق هون عليه لوم كبير وهو ما يتحمله. بالحقوق هون هو الشخص
عنده خطاب مختلف، مو الخطاب العادي اللي طاب عليه الناس، خطاب هو صاحب قضية. هاي القضية ما تتحمل الطلي على الزقب ولا تتحمل التملاس، بالتالي هو يعود خطابه ما هو مرغوب من قد العامل ياسر به لأنه بالنسبة له يستفزه وله قادة تقبله يقير في النهاية هو الحقيقة. وله نقول لكم أعطيكم مثال نحن هو الموريتان من نهاية السبعينات وحركات المناهضة العبودية في موريتان، الطالب بحقوقها والطالب بالمساواة والطالب بحسن قوانين توقف العبودية. وذيك الساعة أصل العبودية موجود منها ياسر في الداخل وفي المدن حتى، ومازال الاستعباد موجود. طبعاً الحمد لله يخف، واللي بدأ كي قال راشد كيف النخاع قليل من الأحزمة في مناطق بعيدة في الداخل وبعض الممارسات الثقافية. يقال قلت الدولة في النهاية ما هي مصدة الخطاب إلى أن لا إحنا ذاك فن الحقوقي اللي بسبب المرارة وبسبب الغبن يقول خطاب متشنج الناس منها طابع عليه. جاء واحد أخر عنده صوت يعني فرض على الناس لفت عليه اللي هو بيرام وياسر يقول تاني ومصنته رغم أنه ذا يقول يتحدث من صدق قضية موجودة. يقال في النهاية هذا أدانا كاملين خاصوا بيرام وشو يقول في وحدين يهاجموا وفي وحدين ما يهاجموا. يقال خطابه يعني عقد العادلة أدى هذا مرة أخرى إلى الدولة رغما عنها ورغما عن السلطة يمضوا إجراءات جديدة تحاول تسحب خطاب برامة وتحاول تعدى قوانين جديدة تدفع في اتجاه تصوير وفي اتجاه دفع حقوق لهذه الناس اللي كانوا متعرضين لهذه القضية. نختار نقول رواية أخرى ودائما نشير عليها عن موريتان. إن يعود الدولة ويعود الشعب هو مقدم خطاب يكبح هذه التطرفات وهذا التطرف اللي عند كثير رجال وعند الحقوقيين خاصة اللي قلت عنهم يتكلموا من معاناة ويتكلموا من قضايا صادقة. عندها أداة الصحافة، الصحافة اللي هي وحدها اللي تملك عندها أخلاقيات تحكمها وهي وحدها اللي تملك وسائل إيصال صوتها للموريتان كاملة. تملك الدولة من الإمكانيات اللي تصوبها على الجهة العامة عليها، وهذا طبعا في استغلال صراحة للصحفي بهذه الإمكانيات اللي عندها فعلا عليها تستخدمها ضد الصحافة. مثلا لو الصحافي ما هو معها تقد يعني تبرك له تعدل له مثلا تقرعه من بلاسته والله إذا عاد عنده موقع ما يشبر لك الدعم اللي يعطيه يشبره. وهذا نقول عنه من مساهمات الدولة اللي ما تخلي الصحافي يرقب خطوه. يقال الصحافي والمريسات اللي عندنا نظر ضعف التكوين وضعف إمكانياته وتعليمه التقليدي اللي عندنا احنا في موريتانيا اللي هم متخرج من معاهد متخصصة في الصحافة يخصه ذيك السيطرة اللي هي أخلاقيات الصحفية مسيطرة عليه. ما يعرف يشك عليه شد الأخبار، يشك عليه شد الشائعات اللي طابين فيهم فيه. طابين في علماء موريتانيا وتم يغرد خارج المصلحة العامة للوطن. عندي مثال آخر بتعود اللي هم نحن هذا اللي نسمى قال عن الحقوقية المتطرفين، وأنا ما نشك عن حقوقية المتطرفين، شك عن كل شيء يركين قالوا في عصره قال الناس النابي عنه. دائما نشوف المشكلة أن نصطدموا بالناس التقليديين في المجتمع والمحافظين اللي خطابنا يصدمهم واللي هم ما هم مستعدين يسمعوا به اللي يسبب لهم فقدان بعض المصالح. وهذا طبعا حد مليت فهمه. نحن اليوم موريتانيا الخطاب الرسمي والله التوجه المجتمعي والله التوجه اللي كانت الدولة يرضى تقبل رصفوا عليه المدونين وقبلوه بهم المدونين عادوا هون شبه الصحافة وعادوا لسان وخارج الشعب كل حد يتكلم من بلو. لذلك أنا رغم عن المدون في موريتانيا عاد عنده تأثير كبير عاد الدولة تتلبو. والسلام عليكم مرة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. نختار الموضوع اللي نتناول يتعلق بدور الإعلام في خلق ثقافة بيئية حقوقية النسل الواقع موريتاني ولا يعود موضوع متعالي على الواقع. الواقع عن نحن حد نتابع الإعلام اليوم وخاصة الإعلام الموريتاني يلاحظ عنه في مستوى من الحرية المطلقة واللي تعتبر مفسدة مطلقة. لذلك في تناول الجانب الحقوقي يركز دائما كما قالت المتدخلة السابقة وين هو حقوقي أكثر تطرف من واحد هو أو أكثر
أكثر إثارة هو اللي تتم استضافته في القنوات والمساحات الإعلامية الكبيرة، وهو اللي يشبر المقابلات مع المواقع الإلكترونية، به اللي يخلق الإثارة والإثارة هدف. في الحقيقة عن العمل الصحفي ما هدف أصلاً الإثارة، بالعكس تماماً يلا وجبت عيد عن الإثارة، وإنما يلا تشخيص للواقع كما هو. كذلك الإعلام عنده دور خلق الرأي العام، هذا الرأي العام اللي نعود ليتم خلقه لا عن طريق الأطراف ذات البعد المتشنج والخطاب الفئوي اللي يقسم أكثر ما يساعد على اللحمة الوطنية، هذا فعلاً يشكل تهديد، تهديد خطير، ويشكل خروج على الخط المهني للصحفيين. لذلك عندي مجموعة من التوصيات قلت الله نطالب بها، منها أولاً عن تفعيل الرقابة على وسائل الإعلام خاصة في مجال اللي يتعلق بتناول القضايا الحقوقية وبث خطابات الكراهية والعنصرية والطائفية. يا الله تفرد فعلاً ضبط لهذا الحقل، ما نعود نعيش فوضى، خاصة جهات الوصية لهذا الحقل يا الله فعلاً تقوم بضبطه. كذلك يا الله سنوا قوانين تمنع نشر الخطابات العنصرية واللي تدعم الكراهية واللي تفسد اللحمة الوطنية، هاي مدة يجب سنها. بالنسبة لتوصية بالنسبة للناشطين الحقوقيين في هذا المجال، نطالبهم عنهم طالبة بتمييز الإشكالي اللي مطلب عند أغلبية الحقوقيين، أنه هو الحل والبلسم الشافي لقضية المظالم الفايتة. اللي البديل عندي اللي نطرح عن قضية التمييز الإيجابي هي قضية الحيال الإيجابي، أن الدولة تكون محايدة أمام الجميع، يكون جميع سواسية أمام القانون، سواسية في تكافؤ الفرص، سواسية في الولوج والوظائف، سواسية كل حسب الكفاءة، سواسية في الوصول إلى وصول حسب إمكانياته وكفاءته ومقدراته، بدلا من خلق تمييز إيجابي. وتمييز إيجابي هذا فكر نابع من فكرة قانونية، هو طبعا مبدأ من مبادئ القانون، غير في موريتانيا يتم استغلاله بشكل فج وبج فج وسافر حتى. مثلا هو استثناء وليس قاعدة. نحن في موريتانيا اليوم نعطي مثال على التمييز على أساس الجنس، نعطي المرأة حصة 20% العمل على 20% لصالح المرأة في البرلمان، هذا تمييز إيجابي غير رفع النسبة بشكل كبير. بينما في الثقافة القانونية تكون التمييز الإيجابي لا يجب أن يتجاوز 5%، هذا متعارف عليه دوليا في المنظومات القانونية. حتى في فرنسا عمق منبت الثقافة القانونية رفضوا التمييز الإيجابي لصالح المرأة في السبعينات، تم تقديم مشروع قانون عنهم لا يرفعوا نسبة مشاركة المرأة في المناصب السياسية، وعنهم لا يعودوا عندهم نسبة محددة، عندهم كوتا ما يضبط كم بالضبط، لا توقع أن توصل 20%. المهم عن القانون لين وصل المجلس الدستوري الفرنسي رفضوا مباشرة، لأنه مخالف للدستور، الدستور يمنع تمييز ولو كان إيجابي على أساس الجنس. استعاضوا عن هذا بحيلة قانونية بسيطة، قالوا لا، ما تنطرح لائحة نسبة جنس فيها معين يصل كذا، وهذا هو الحل اللي تواصلوا، ما عاد مستهدفين جنس دون جنس. وأشكركم على استثناء هذا الكلام. برعاية من وزارة الثقافة والصناعة التقليدية وبلدية كيفا تطلق